معاكم المهندس راشد، نائب مدير مشاريع في شركة خاصة بأنظمة الإطفاء. وبناء على بعض طلب بعض الزملاء من شرح الجزء الخاص بنظام الإنذار المصاحب لنظام الإطفاء بالنوفيك أو الـ FM200 أو نظام الـ CO2 الهاي بريشر، فعشان أوضح النظام ده أو نتكلم فيه، فانا عندي نظام الاطفاء المصاحب للسيستم النوفيك او الاف ام 200 او اللي هو سي او 2 الهاي بريشر، ثلاث انظمه او كلين ايجنت سيستم. فانا عندي ثلاث انظمه رئيسيين بشغل بيهم النظام النوفيك، وكل واحد ليه مزايا وكل واحد ليه عيب او عيوب. وبالتالي خلينا نبدا بالثلاث أنظمة. عندنا نظام الإنذار اللي هو الفاير ألارم سيستم الأدريسابل، وعندنا الفاير ديتكشن سيستم اللي هو الكونفنشال، وعندنا الفيزتا اللي هو الفيري ايرلي سموك ديتكشن اسبيريشن. فخلينا نتكلم في مكونات نظام الإنذار بالنسبة للنوفيك. النوفيك طبعا 2030 أو 1230 أو الـ FM200 200 أو الـ CO2 سيستم، وبرضه احيانا البرياكشن سيستم اللي هو البرياكشن سيستم برضه بيشتغل بنفس النظام كده، اللي هو عباره عن سيستم بشغله عن طريق الانذار عن طريق الكروز زونينج، يعني معنى صح كاشف بياكد كاشف بيكتشف الحريق او بيقول ان في حريق، وكاشف تاني بيؤكد ان في حريق، والاتنين كاشف بيعملوا مع بعض كروز زونينج، يعني حاجة بتقول في حريق وحاجة بتؤكد الحريق، وبعد كده بيبدأ التايم ديلي، وبعد كده ببدأ إن أنا أعمل كاز ريليز للسيستم، سواء اللي هو نظام النوفيك أو الـ FM200 أو أشغل نظام الـ CO2 أو أشغل نظام البري أكشن سيستم. وبالتالي زي ما احنا قلنا عندنا ثلاث أنظمة. نبدأ من نظام الفاير ألارم سيستم. الفاير الارم سيستم اللي هو الادريسابل فاير الارم سيستم ده بستخدمه انا في بعض محطات الكهرباء، بمعنى اصح ان انا لو عندي محط كهرباء مثلا 132 او 13.8 او وهكذا، يعني محطات النقل او محطات التوزيع، وبالتالي بيكون نظام الحماية فيها بشكل عام هو نظام الادريسابل فاير الارم سيستم. فبيكون عندي مثلا مجموعة من الغرف زي السويتش جير 13.8 او ال 33 كي في، وبيكون فيها غرفه الكوميونيكيشن، وبيكون فيها غرفه الكنترول روم، وبيكون فيها غرفه الباتري روم، وبيكون فيها غرفه السلندر روم، وبيكون فيها الترانسفورمر. وبالتالي انا بستخدم لوحه مركزيه واحده اللي هي المين فاير الارم كنترول بانل، ومن خلال المين فاير الارم كنترول بانل ببدا اشغل بيها نظام النوفيك، وما بحتاجش ان انا اركب نظام اللي هو الكونفنشال او لوحه كونفنشال لكل غرفه منفصله. كل الموضوع ان انا بركب لوحه الانذار اللي هي الفاير الارم بانل بركبها لكل المحطه، وباجي مثلا في غرف الباتري وغرف الكوميونيكيشن وغرف الكنترول والكلام ده، ببقى عامل حساب ان انا مزود عدد الكواشف بحيث ان هي تعمل لي تغطيه بشكل كروزونج. يعني مثلا غرفه الباتري على سبيل المثال هي غرفه غالبا مثلا مقاساتها مثلا بتكون 3 في 4 او اقل، فحسب النظام الانذار ان هي المفروض تتغطى بكشف واحد. وبالتالي لو انا عندي نظام نوفيك او عندي نظام سي او 2 او عندي نظام اف 200، في الحاله دي لازم اركب لها اثنين كشف، كشف يبدا الحريق او كاشف يكتشف الحريق، وكاشف يؤكد ان فعلا في حريق، بحيث ان انا بناء على الاثنين اشاره اللي رايحين للوحه ابدا اعمل جاز ريليز. طبعا في غرفه الباتري لازم بركب فيلم ديتكتور، وبرضه بيكون كونفنشال ولكن بعمل له انترفيس مديول واعمل له انترفيسنج على المان فاير الارم كنترول بانل. طيب نظام الفاير الارم سيستم بهذا الشكل اللي هو فاير الارم سيستم اللي بيعمل الارمنج او بيكون هو
مسؤول عن الاكتشاف الحريق في اي محطة، زائد ان من مسؤوليته انه يشغل نظام النوفل. بيكون عبارة عن ايه؟ طبعا بيكون عبارة عن روح رئيسية غالبا بتركب في الكنترول روم، زائد مجموعة الكواشف الادريسابل، زائد ان كل غرفة بيكون في الوضع الخاص بقى اللي هو الفلاشر بتاعها، البل جوه الغرفة والفلاشر برا الغرفة، وبعض الاحيان بيركب هورن ستروب برضو، زائد بيكون عندي المانوال ريليز لكل غرفة، زائد بيكون عندي الابورت سويتش لكل غرفة، زائد بيكون عندي مجموعة السولونويد لكل غرفة، مجموعة السولونويد سواء عندي مين وريزيرف. في الحالة دي بيكون عندي 2 سولونويد لكل غرفة، ولوحة الإنذار في الحالة دي بشغل السولونويد عن طريق ريليزنج كارت. يعني بضيف للوحة ريليزنج كارت، الريليزنج كارت دي مهمتها انها تطلع لي 24 فولت، بحيث ان هي تشغل لي اللوحة عندي، تشغل السولونويد فيحصل تفريغ للغاز. ايه الميزة في السيستم ده؟ هو سيستم مركزي البسيط، لوحة الإنذار هي المهيمنة، أو الأدرس لوحة الإنذار المعنونة هي المهيمنة على السيستم في قلب المحطة، وهي اللي بتفعل لي السيستم. مش عندي مشاكل، كل غرفة من الغرف المحمية بنظام النوفك بقدر أخد منها سيجنال على دايركت على اللوحة من خلال الكشف اللي مشغلة. الكشف بدي الإشارة، للوحة، وبالتالي أنا ما عنديش مشاكل. وقت ما حصل حريق مثلا في الكنترول روم، بديني إشارة على الروح الرئيسية، وبعد كده سواء الروح الرئيسية بتربط على نظام ساس أو بتدي إشارة للأوتودايلر يبدأ يتصل بالوحدة المسؤولة عن المحطة دي بحيث يجي يطفي النظام. من عيبه طبعا كل فاير الارم بانل بتكون فيها مجموعة من البطاريات اللي بتحسب على 72 ساعة واحيانا 48 ساعة، بحيث ان هي لو حصل انقطاع في الكهرباء تبدأ البطاريات تخدمني فترة اللي هي ان انا اوصل اقدر ارجع الكهرباء تاني، ده في حالة الكهرباء انقطعت يعني. لكن في باك اب باتري بتغطيني حوالي 72 ساعة واحيانا بتحسب على 48 ساعة. من عيوب انك تستخدم مين فاير الارم كنترول بانل، ان انت لا قدر الله لو حصل قطع للكهرباء وعدت 48 ساعه او 72 ساعه والبطاريات طفت، في الحاله دي انا عندي التفعيل الاوتوماتيكي لنظام النوفك او الاف ام 200 او السي او 2 مبقاش عندي شغال. بمعنى اصح اذا المين فاير الارم كنترول بانل انفصلت او بطريقة ما أو حصل فيها مشكلة، فأنا عندي كل نظام النوفيك المتوصل عليها أصبح فيه مشكلة. العكس طبعا لما يكون عندي مثلا لوحة كونفنشال لكل غرفة من غرف النوفيك، يعني في بعض ده ياخدنا على النظام الثاني اللي هو أن أنا مثلا لو أنا عندي محطة كهرباء مثلا فيها مجموعة من الغرف، فغرفة الكوميونيكيشن بركب لها مثلا لوحة كونفنشال، غرفة السيرتين بوينتات بركب لها لوحة كونفنشال، لوحة السويتش جير، غرفة السويتش جير، غرفة الباتري، كل غرفة من الغرف دي ركب لها لوحة معينة اللي هي لوحة كونفنشال مسؤولة فقط عن تفعيل النظام النوفيك او نظام الاف ام 200. وبالتالي انا بتخطى الجزئية بتاعت ان لو حصل عطل في نظام الانذار يحصل عطل في نظام النوفك. طبعا التفعيل اليدوي لنظام النوفك في كل الحالات شغال عندي. نيجي للنظام الثاني من تشغيل النوفك او الاف ام 200 او كلين ايجنت بمعنى اصح، اللي هو الكونفنشنال سيستم. الكونفنشنال سيستم بيتكون من لوحة كونفنشنال بتكون موجودة برا الغرفة أو جوه الغرفة جنب الباب. اللوحة دي بتكون عندي سواء مثلا في أشهر الأنواع، في عندك السيمبلكس مثلا، وفي كنتك، وفي نوتوفاير،
طبعا اشهر انواع الفاير الارم سيستم عندي سيمبليكس، وعندي نوتفاير، وعندي برضو كينتك، وكل مكان بتختلف فيه النوعات المشهورة او البراندات المشهورة من حيث لوحة الانذار نفسها. وبالتالي انا في حالة الكونفنشال سيستم بيكون عندي لوحة الانذار اللي هي الفاير، اللي هي الكنترول بانل، كونفنشال كنترول بانل. هذه الكونفنشال كنترول بانل بتكون عبارة عن لوحة كونفنشال متوصل عليها مجموعة من الكواشف اللي بتدي إشارة للوحة، زائد بيكون عندي أبورت سويتش اللي هو مفتاح الإيقاف اليدوي. إن أنا لو في حالة لو أنا عندي مثلا حصل فيرست ألارم أو وسكن الارم، واقدر انا اتدخل واطفي الحريق بدون ان انا مرجع لي محتاج ان انا اعمل اعطاق للغاز، فبقدر اتدخل عن طريق الطفايات الموجوده في قلب الغرف، وبالتالي انا مش محتاج ان انا احضر الغاز ده كله في سبيل ان انا اطفي مثلا الحريق. هو بسيط، اقدر اطفيه بالطريقه العاديه. وبالتالي مكونات النظام في حاله الكونفنشال بانل هو عباره عن مجموعه الكواشف، ومجموعة الكواشف بتكون مضافة على كروس زونينج. يعني لو عندي 8 كواشف، كل 4 بيكونوا على زونة مختلفة على لوحة الفاير الارم ديتكشن بانل. عندي مجموعة الكواشف، وبعد كده عندي الجرس اللي بيكون جوه الغرفة اللي هو الانذار الصوتي، بيكون عندي فلاشر بره الغرفة او هورن ستروب، انذار صوتي مرئي، بحيث ان انا في بعض المحطات مثلا بعض العاملين في المحطة بحطين سدادات الصوت عشان الإزعاج والصوت العالي ممكن ما يسمعوش، فلازم يبقى فيه فلاشر عشان يسمعهم. زائد ان مثلا بيكون قدام عند الباب الرئيسي بيكون عند المانوال ريليز اللي هو وحدة التفعيل اليدوي، عشان في حالة ان انا مثلا اكتشفت حريق في الغرفة اللي انا فيها، اقدر بكل سهولة عن طريق المانوال ريليز اعطي الغاز في خلال 10 ثواني. فانا عندي المانوال ريليز اللي برا الغرفة، عندي الابورت سويتش بيكون جوه الغرفة، عندي مجموعة الكواشف، عندي البل، عندي الفلاشر، عندي السولونويد، عندي اللو بريشر سويتش، وده كل اسطوانة بيكون عليها لو بريشر سويتش، عبارة عن مفتاح بيقول لي الاسطوانة دي مليانة او في حالة انها فضت بيقول ان حصل تسريب للغاز او الغاز نزل عن حد معين في قلب الاسطوانه، فبيديني اشاره اضطراب على اللوحه. عندي الديستشارج سويتش وهو بيركب على الاسطوانه او بيركب على الهيدر بتاع الاسطوانات، وبالتالي هو بيقول لي او بيديني اشاره ان حصل فعلا اعطاق فعل الغاز، ان الغاز طلع من الاسطوانات وصل لمحيط الغرفه. ده بكل بساطه الفاير ديتكشن سيستم. طبعا الفاير ديتكشن سيستم او اللوحه الكونفنشال بتتوصل على المين فاير الارم كنترول بانل. فمثلا لو انا عندي مبنى مستشفى او مبنى مثلا مول او مبنى سبستيشن او عندي محطه او بيكون لكل غرفه محميه بنظام النوفك اللوحه منفصله، وهذه اللوحه المنفصله او كل اللوحات المنفصله بتتوصل عن طريق انترفيس مديول مع المين فاير الارم كنترول بانل، ومنها مثلا بوصل على البي ام اس البيلدينج مانجمنت سيستم، او ممكن اخد اشاره مباشره من لوحات النوفيك اوصلها بالبي ام اس بشكل مباشر. ولكن الغالب ان في حاله سيناريو الحريق، مثلا في حاله الحريق المفروض اللوحه المهيمنه على السيستم في اثناء الحريق هي اللوحه اللي هي لوحه الفاير الارم كنترول بانل في حاله الحريق. في الحاله العاديه مثلا اللي هي حاله النورمال، البي ام اس هو بيكون مسيطر على المبنى او هو بيكون بيتحكم في المبنى بشكل او باخر، لكن في حاله الحريق هو المين فاير الارم كنترول بانل هي اللي بتهيمن على المبنى، بحيث ان هي بتقفل، بتدي اشاره لقفل الموتورايز دمبر، بتدي اشاره لقفل الابواب عن طريق الدول هولدر، بتدي اشاره عزل المناطق الحريق المنفصل عن بعضها. مثلا لو عندي اكثر من منطقه حريق، عن طريق مثلا اقفل الدنابر، اقفل الابواب،
بحيث اعزل المنطقه اللي حصل فيها حريق عن بقيه المبنى، وبالتالي امنع انتشار الحريق من الجزء من المبنى ده الى الجزء التاني. بالاضافه لبرضه لاحد للمكونات التانية لنظام الفاير ديتكشن سيستم، بيكون عندي تول هولدر في بعض الاحيان في غرف الكوميونيكيشن او غرف الكنترول انا محتاج اسيب الباب مفتوح، وبالتالي الباب بيكون متركب عليه دور هولدر والباب نورمالي اوبن. في حاله الحريق بعد اشاره للباب ان هو بيقفل عن طريق اوتوماتيك دور هولدر. وعندي نفس الكلام برضو ان انا بكون موصل على الفاير دامبر الموجود في الغرفه عن طريق انترفيس مديول مع الدنابر الموجوده في الغرفه. وبالتالي ده هو نظام الانذار. لو رجعناه بشكل مبسط نقدر نحدد اول حاجه كنترول بانل اللي هي العقل المدبر للنظام او اللي بتشغل النظام، مجموعه الكواشف اللي بتكتشف الحريق سواء كانت كواشف دخان، كواشف حراره، فليم، بيم ديتكتور وهكذا. دي اللي هي initiating devices اللي هي مجموعة الأجهزة البدئة لابتداء العملية بشكل كامل. يعني عندي برضو اللي هو الالارمينج او نوتيفيكيشن ابلاينس سيركوتس زي البيل زي الفلاشر. عندي السبيشال بيربوس ديفايسز زي المانوال ريليز زي الابورت سويتش. عندي مجموعة الريليهات الخاصة بالتوصيل مع المين فاير الارم كنترول بانل بحيث تديني ترابل اذا كان في لحظة فيها ترابل او فيها مشكلة معينة تبدأ تديني اشارة للمين فاير الارم كنترول بانل، زائد انها تديني اشارة الالارم 1 في حالة ان في الارم في الغرفة المحمية بنظام النوفيك. تقدر اللوحة الكونفنشال تديني اشارة للمين فاير الارم كنترول بانل، وفي نفس الوقت اقدر برضو اخد اشارة الارم 2 واقدر اخد اشارة الجاز ريليز لو حبيت من اللوحة. ثالث نظام من انظمة تشغيل النوفيك اللي هو الفيزدا. الفيزدا اللي هو اختصار Very Early Smoke Detection Aspiration، وده عبارة عن نظام غالبا ما بيستخدم في الداتا سنتر لحساسيتها وحساسية المعلومات جواها، بحيث ان انا بيكون عندي عبارة عن كاشف. هذا الكاشف متوصل بمجموعة من المواسير، هذه المواسير فيها سامبلينج بوينت عبارة عن مواسير فيها هولز. الهولز دي فيها عبارة عن انها بتسحب عينات عشوائية من الهواء من محيط الغرفة وتبدأ تبعتها على الكاشف. الكاشف فيه غرف لتنقية الهواء وفي مضخة سحب هواء، وفي نفس الوقت في غرفة تحليل بتحلل الهواء ده وبتحسب لي نسبة ثاني أكسيد الكربون فيه، وبالتالي بتديني معدل أو معدل بتديني معدل ثاني أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون في محيط الغرفة، وبالتالي بتقول لي إذا كان في حريق أو ما فيش حريق. طبعا الـ Very Early Smoke Detection Aspiration هو نظام ممتاز جدا ونظام تفاعلي، بمعنى اصح الفرق بينه وبين الديتكشن العادي ان في حاله الحريق الكاشف العادي بيستنى ان الدخان يوصل الكاشف وبعدين الكاشف يبدا يتفاعل معاه، لكن الفيزدا الكاشف نفسه من خلال المواسير اللي طالعه منه ومنتشره في كل الغرفه بيقدر ان هو ينزل لمحيط الغرفه ويسحب منها عينات من الهواء ويبدأ بيحلل العينات وبالتالي يعرف إذا كان في دخان في الغرفة ولا لا. طبعا الفرق برضو ما بين الديتكشن سيستم والألارم سيستم والفيزدا إن الفيزدا لها عدد لا نهائي من السامبلينج بوينت أو عدد لا نهائي من الكواشف. معنى صح إن أنا عندي مجموعة مثلا من الهولز في ماشية مجموعة من المواسير، كل هول أو كل فتحة في الماسورة تعتبر كاشف لحالها، يعني تعتبر سامبلينج بوينت او كاشف بتسحب الهواء وتبدا تحلل. طبعا الديتكتور بتاع الفيزدا بيكون مجهز ان هو عند وصول الدخان لحد معين او نسبه ثاني اكسيد الكربون لحد معين بتديني الارم 1.
عند وصوله لنسبة لحد تاني بشكل معين تاني يبدأ يديني الالارم تو، وبالتالي اقدر اخد اشارة من نظام الفيزا ده اوصلها بنظام النوفك، وبالتالي كل اللي انا عايزه 24 فولت بحيث اشغل السولونويد، وبالتالي ان انا ابدا افعل النوفك سيستم او السي او 2 سيستم وهكذا. ودول الثلاث انظمه الرئيسيين في تفعيل نظام النوفك. طبعا النظام الفيزدا بيستخدم غالبا، ما بيستخدم في الداتا سنتر، وممكن في بعض الاحيان في الداتا سنتر برضو اقدر استخدم الثلاث انظمه مع بعض. بمعنى صح ان انا اقدر استخدم نظام الفيزدا كنظام لانذار الحريق، ولكن نظام تفاعلي وبيقدر يكتشف الحريق في اقل من 180 ثانيه، يعني وصل غالبا ل 60 ثانيه عشان يكتشف الغرفه فيها حريق ولا لا. واقدر في نفس الوقت لو انا بحمي غرف زي الداتا سنتر مثلا، اقدر احميها راكب لوحه كونفنشال تتحكم في النوفك وتشغل النوفك، وبالإضافة يكون موجود الفيزدا معايا، بالإضافة يكون الفاير الارم موجود معايا في المبنى كله وبقدر أدل الإشارة. طبعا في عندي برضو في اللي ينطبق على نظام النوفيك أو الاف ام 200 ينطبق على البراكشن سيستم. في بعض الأماكن مثلا زي بعض الأماكن اللي هي محمية بنظام البراكشن أقدر أشغلها برضو عن طريق الكونفنشال بانل، السيمبلكس مثلا، سواء سيمبلكس سواء كينتك سواء 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 نوتيفاير، اقدر اشغلها بهذا الشكل. طبعا من مزايا الفيزدا زي ما احنا قلنا او يفرق عنها، ان الفيزدا عدد نقاط الكواشف لكل غرفه يعتبر عدد مهول جدا، لان في كل هول بيكون ايه، بيكون عباره عن كشف لحاله. طيب نرجع تاني لنظام الكونفنشال سيستم او اللي هو النظام الغير معنون اللي بستخدمه بشكل منفصل لكل غرفه. ان من مزاياه طبعا ان انا مثلا اذا حصل مشكله في من فاير الارم كنترول بانل او النظام الانذار الرئيسي في المبنى، انا ماليش دعوه، انا اللوحه شغاله عندي بشكل منفصل لحالها، بتديني هي بتعمل ديتكشن للحريق وهي بتعمل تشغيل للنوفك، وليس لها علاقة بأي حال من الأحوال بلوحة الإنذار، اللهم إن بتديها الإشارات، بتديها مجموعة الإشارات إن اللي تقول إن في مشكلة أو في حريق أو في اعتاق للغاز نفسه. وبالتالي إذا حصل مشكلة للإنذار في المبنى، أنا سيستم منفصل لحاله وستاند ألون شغال لنفسه. برضو لوحة الفاير ديتكشن بدل بيكون برضو فيها بطاريات زي باك اب باتري، وباك اب باتري غالبا ما بتشتغل نص ساعة في حالة الانذار الكامل، وبتشتغل 24 ساعة في حالة في الحالة العادية من انقطاع التيار الكهربي. وده باختصار الأنظمة اللي شغالة في النوفيك والاف ام 200 و ال سي او 2 سيستم كهاي بريشر مثلا او لو بريشر. ان شاء الله باذن الله عز وجل اعمل زي برزنتيشن اوضح فيها الانظمه كلها، سواء الفاير الارم سيستم او الفاير ديتكشن سيستم او الفيزا سيستم، مصحوب بصور لكل نظام ونوعيه اللوحات ونوعيه الكواشف المستخدمه وشرح لكل سيستم. لكن ده بشكل عام للي عايز يفهم الموضوع يقدر، بفتح له الموضوع يقدر يفهم، او يقدر بفتح لأي حد عايز يركب نظام النوفك يبدأ يبحث في الموضوع او يبدأ كبيزس للموضوع. لكن بإذن الله عز وجل هعمل برزنتيشن فيها كل الأنظمة وبالصور وبشرح كامل للموضوع يعني. وبشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.